بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما اتكلمنا في القناه دي على قصه هايفه زي قصه محمد ابو جبل ومراته، تعالوا نتكلم شويه على قصه ابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى اللي فجاه بقى مفكر، وفجاه بقى كاتب، وفجاه بقى سيناريست، وفجاه بقى كل حاجه في مصر. هو ابراهيم عيسى واحد من المتخصصين فيها، يعني سيناريست بيكتب افلام، راجل بيكتب قصص وبيكتب كتب، راجل اديب بسم الله ما شاء الله. ودلوقتي اشتغل معانا في موضوع ان هو اعلامي، وكمان دخلنا في حته ان هو بقى فقيه بسم الله ما شاء الله، بقى بيدي اراء في الدين، وبقى بيدي اراء في الاسراء والمعراج، وبقى بيكذب نص قراني، وبقى بيتكلم على نساء الصعيد وكل الكلام والجمال والحلاوه اللي بيتم تقديمها في الاعلام المصري دلوقتي. من فترة كنت كاتب هنا بوست عندي في القناة، لقيت شخص محترم داخل يقول لي سيد الكمني، وليه سيد الكمني مش مهتمين بيه؟ احنا هنا مهتمين بيه في المغرب، وازاي مش مهتمين بيه في مصر؟ دخلت دورت على مين سيد الكمني، لقيت انه شخص صليت اللسان، شخص بيتهجم على الذات الالهية والرسل والانبياء علشان خاطر يتشهر. شخص ما عندوش اي موهبة في اي حاجة في الدنيا. شخص قرر ان هو يشتم الانبياء ويشتم الرسل، ويقرر ان هو يبعد عن الاديان. تمام، يبعد عن الاديان، بس الحساب عند ربنا. وعلى فكره المفكرين والناس اللي بتزيد المجتمعات بتاعتها بتزيدهم بافكار، وبتزيدهم بعلم، وبتزيدهم باي حاجه يتم الانتفاع بيها. انما انتوا ايه الحاجه اللي هتسيبوها للناس تنتفع بيها؟ يعني مثلا كل المشاكل اللي بلدنا الجميله عايشه فيها، خلاص خلصنا كل المشاكل اللي مصر موجوده فيها ودخلنا على الاسراء والمعراج؟ خلاص خلصنا كل مشاكل الاوطان عندنا في الوطن العربي الجميل وبدانا نتكلم على ان الدين سبب مشاكلنا؟ لا، الدين مش سبب مشاكلنا، وانتوا عارفين ان هي اسباب مشاكلنا، بس انتوا اكبر من ان انتوا تطلعوا تتكلموا على اسباب مشاكلنا. ليه بقى؟ لان انتوا بتخافوا من الحساب، بتخافوا من العقاب، بتخافوا من حساب الدنيا، مش بتخافوا من حساب الاخره. كلنا بنغلط، وكلنا خطائين، وكلنا بنعمل ذنوب، وعندنا امل ان ربنا يغفر لينا، بس احنا ما بنجهرش بالذنب، احنا ما بنطلعش نقول ان احنا عملنا حاجه وبنفتخر بيها، احنا بنقول يا رب سامحنا. انما انتوا بسم الله ما شاء الله طالعين تقولوا على الملأ ان انتوا مش فارق معاكم اي حاجه، وان انتوا الموضوع بالنسبه لكم عادي، وان اهم حاجه نخلي الدين بره، زي اللي كانوا بيتكلموا على موضوع اصحاب الاعز، وكانوا بيقول لك خلي الدين بره. دين بره؟ طب مزاجك يا حبيبي بجد، هو في حد بمزاجه ان هو يخلي الدين بره؟ احنا مش عارفين في كتبنا السماويه مهما كانت اديانا ان احنا محاسبين على كل حاجه في حياتنا. ازاي بقى نخلي الدين بره؟ فكره انك تخلي الدين بره دي اساسا فكره من افكار الالحاد برضه. فكره انك تخلي الدين بره، خليه بره فين؟ لو انت مش فاهم ان الدين اسلوب حياه عندك، فدي مشكله عندك. لو انت مش فاهم ان اغلب اللي بيتقدم في الاعلام المصري هو ماده خام للسخريه، فدي مشكله عندك. لو انت بتسمع لكلام ابراهيم عيسى، فدي مشكله عندك، لان الراجل ده اتفه بكتير من انك تقعد تسمع كلامه. الراجل ده راجل بيدور على الترندات، ترندات لا اكثر ولا اقل. يعني ايه مثلا كنت تقعد تكلم لي على صيدلي اخش الاقيه بيقرا قران؟ وانت مالك؟ مش انت مطالب مني دلوقتي ان انا ما هجمكش وتبقى حريه اراء زي ما طلع عمرو اديب يدافع عنك؟ عمرو اديب قال لك ده رايه وهو حر فيه. طب واللي كان بيقرا قران في الصيدليه ده مش رايه وده حر فيه؟ انتوا بتفكرونا بالاجانب بالظبط. كل ما حد ما يتكلم يقول لك احنا عالم اول واحنا بنعمل وبنسوي وبسم الله ما شاء الله، كلهم مليانين عنصريه، وكلهم مليانين قرف، وكلهم مليانين عقد وعقد نقص، وحالتهم من نفس التنيله. ومع ذلك كل الناس تقول لك ايه ده العالم اول، وهم بيعاملونا معامله سيئه وبيعاملوا الافارقه معامله سيئه، والعالم ده كله ما فيهوش حاجه اسمها عالم اول، كل واحد عالم اول بتفكيره بعقليته هو، بإيمانه بالثوابت اللي عنده. إنما أنتوا بسم الله ما شاء الله حتى الثوابت اللي موجودة عندنا بتلعبوا فيها. ليه؟ عشان أنتوا جبنة، مفيش حد فيكم بيقدر يطلع يتكلم عن المشاكل اللي موجودة في حياة المصريين. ليه بقى؟ لأن أنتوا برضو جبنة. لو طلعنا اتكلمنا في المشاكل وطلعنا دورنا على أي حلول، يمكن وقتها الناس ترجع تتفرج على الإعلام المصري وتحاول تبص له بنظرة احترام، بدل ما كل الناس بتبص لكم بنظرة احتقار، سواء من مصر أو من خارج مصر أو من كل حاجة. يا عمي المفكر بيسيب حاجة للناس تفتكروا بيها، المؤلف بيسيب رواية للناس تفتكروا بيها، السيناريست بيسيب رواية أو فيلم للناس تفتكروا بيها. في ناس لسه ذكراهم عايشة بالحاجات اللي هم قدموها في عالم السينما عندنا في مصر هنا. في ناس كتبت أفلام وكتبت قصص لسه عايشة وهتعيش معانا، زي وحيد حامد. وحيد حامد الإرهاب والكباب هيفضل عايش لأنه كان فكرة. أنت بقى إيه فكرتك في أفلامك كلها؟ ولا في أي فكرة؟ ايه فكرتك في الكتب بتاعتك؟ ولا في اي فكره. ايه فكرتك في اي حاجه؟ ولا في اي فكره. عايز تنشر افكارك زي الراجل اللي انت كنت بتحبه؟ ولا في اي حاجه.
لا انت ولا خالد منتصر ولا سيد القرني ولا الناس دي تتحاسب على انهم مفكرين. انتوا طول عمركم مفكرين، او انت طول عمركم بتختاروا الخيار الاسهل وهو التخبيط في الدين. ليه؟ ما حدش هيحاسبنا. انما التخبيط في السلطه، اللهم احفظنا، هنتحبس. يعني انتوا بتخافوش من ربنا وبتخافوا من حكام؟ مش حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. يعني كلام متعب وكلام كتير، بس هو ده بصراحة اللي انا كان نفسي ان انا اطلع اقوله. حد اتفرج على الفيديو؟ ما حدش اتفرج على الفيديو، مش مهتم، لان انا قلتها قبل كده كتير، انا لو القناة دي كبرت انا هلبس في الحيط، مش هاخد فلوس ولا اي حاجة. فانا لا عايزها تكبر ولا عايزها تجيب لايكات ولا سبسكرايبات ولا اي حاجة، لان طول ما هي كده انا بقول اللي في دماغي وانا مرتاح كده ومبسوط كده.